دكتورة ساندرا، من ضمن التداعيات بتاعت الفترة دي، معرفش هل انه ده بري بوست من سنتين كورونا، الهذيان ضبابية المخ الضبابية بيسموها المخ منتال فوج. غير طبيعية. انت بتبقي ماشية مش مركزة، بتنسي حاجات كنت الاول عندك القدرة على انك تفتكريها، ما بقتش كأنك معوقة. بص هيك، هو حصل بعد الكورونا كان في مشاكل كتير قوي للمخ والاعصاب. كان في مشاكل بسيطه وكان في مشاكل يعني اقوى، زي مشاكل العضلات، وفي ناس طلعت من بعد ما الكورونا مش زلنا عارف ما زالت مش عارفه تمشي، والام ومشاكل فعلا محتاجه علاج طبيعي. من الحاجات اللي هي البسيطه اللي الناس بتعاني منها يعني وعماله تلف بيها على الدكاتره، الارهاق الشديد، ضبابية المخ اللي هو بنسميه منتال فوج. فوج معناه ضباب، اللي هو انا يعني قدرتي على الاداء الذهني قبل الكورونا كان احسن بكتير. انا كنت محاسب، انا كنت في الجامعه، كنت بدرس، ما بقتش اقدر ادي نفس القدرة القدره على على ان انا العمل افتكر زي اني زمان. اني افتكر مش بس في التفكير، في البروسيسنج كمان، ان انا المعلومه اعرف ان انا استوعبها بسرعه، احفظ بسرعه، اخد قرار بسرعه. كل الكلام ده طبعا من ضمن ما يسمى المنتال فوج. هو ملوش ديفينيشن، هو احساس فعلا انا مش زي الاول، انا ما بقتش انا. ممكن يبقى ثانوي مشكله الارهاق، ناس كتير قوي طالعه بكرونيك فاتيج، ارهاق مزمن، ما بقتش مزمن. عندي الطاقه ان انا اعمل الحاجات اللي كنت بعملها زمان. طبعا بيلفوا على الدكاتره بياخدوا الفيتامينات، محشين فيتامينات وفيتامين بس ما بتروحش. هي المشكله في الجهاز إرهاق العصبي، مزمن؟ ارهاق مزمن. ليه؟ إيه اللي وصله إنه بقى مزمن؟ بص حضرتك، هو محدش عارف 100% اللي حصل في الكورونا. هو دخل الفيروس نفسه، دخل الجهاز العصبي، ده غير ان المناعه كمان حصل فيها مشكله، والمناعه نفسها هاجمت الاجهزه كلها في الجسم. من ضمن الاجهزه اللي اتهاجمت الجهاز العصبي. مشكله الجهاز العصبي ان هو الخلايا بتاعته مش بتتجدد، فهو من اكتر الحاجات اللي حصل فيه ضرر دائم، حتى لو بصوره بسيطه. فيه طبعا على اختلاف الناس بصوره بسيطه او شديده، بس الضرر بتاع الجهاز العصبي في بعض الناس حصل فيها ضرر دائم، ولحد دلوقتي مش قادرين يستعيدوا حياتهم. يعني لحد دلوقتي في ناس فعلا عنده الجزء برضو اللي مش بنتكلم عليه، الجزء النفسي، يعني حتى نفسيا التوتر والاكتئاب والحاجات دي برضو من زادت الحاجات اللي هي صح. موجودة وزادت. قد يكون بسبب اللي هو ضبابية التفكير والإرهاق، بس في ناس المشكلة النفسية كانت جزء من المرض. وفي ناس دخلت رعايات على فكرة وحصل لهم يعني سايكولوجيكال تروما، يعني صدمة نفسية، لأن الناس كانت بتتوفى حواليهم. بس كل المشاكل دي اكتر في الناس اللي دخلوا مستشفيات، يعني اللي دخلوا مستشفيات ودخلوا فعلا اللي في هو نقص اكسجين. كانت حالة صعبة، دول بالظبط، اللي حصل لهم كده. يعني يعني تقريبا من 50 ل 70% اللي دخلوا مستشفيات عندهم ما يسمى اللونج كوفيد او اثار الطويله للكوفيد. اقل في الناس اللي كانت يعني اتعالجت في البيت. من الحاجات برضو اللونج تيرم، في بعض الناس لم تستعيد حاسه التذوق والشم، يعني المفروض انها كانت بتقعد 7 ايام وتروح. في بعض الناس طولت معاهم برضو، فدي من الحاجات برضو اللي مازالوا في ناس. طب دكتور هشام، ايه اللي حصل بقى؟ مشكلات للقلب، يعني ناس كتير عندها اجهاد، برضو فكرة الاجهاد المزمن دي اثرت على القلب، او ايه اكتر شيء شايف ان هو حصل فيه تأثير على القلب الفترة اللي فاتت؟ تكملة لسهير، ان بقت فيه ظواهر جلطات لشباب ما زلنا لغاية دلوقتي، كهربة القلب اللي بتيجي فجأة لشباب، هل ده كله ناتج عن كورونا؟ وبقى ايه بقى، ملهاش حل؟ تمام، خلينا نفسر ليه حصل مشاكل في القلب ايام الكورونا. هو حصل بطريقين، طريق مباشر وطريق غير مباشر. الفيروس سمى الدكتور ميسي يوضح بيهاجم الاعضاء الجسم كلها منها القلب، بس عند مهاجمه القلب لا بيحصل ضعف في عضله القلب. ومش كده بس، ده الناس كمان بالطريق غير مباشر اللي عندهم امراض القلب هم اكثر ناس عرضه للوفيات، مش بالكورونا بس، بالانفلونزا زي ما شرح دكتور احمد. اللي هي ايه الانفلونزا اللي هي ايه اخطر بالنسبه لنا، اللي هي ايه امراض القلب؟ يعني الانفلونزا اخطر على مرضى القلب، اللي هي ايه امراض القلب عشان الناس تعرف ايه الاساسيات في قصه امراض القلب دي؟ امراض القلب الاشهر اللي اتاثرت ايام الكورونا او حتى الايام دي في الانفلونزا هي ضعف عضله القلب، الاصابه المباشره لعضله القلب. ضعف عضله القلب ده اخطر امراض القلب، ان القلب ما يقدرش يضخ الدم للجسم كله، فبالتالي بيحصل مشاكل ضعف عضله القلب. الحاجه الثانيه التجلطات في الشرايين التاجيه.
سواء الكوفيد ايام الكوفيد كان اكتر حاجه بتجيلنا المشاكل التجلط الشريان التاجي والازمات القلبيه والمخ كده تبقى لحضرتك وبرضه نفس الفكره ان هو شرايين للمخ في القلب وفي المخ فجلطات المخ وجلطات القلب كانت اكتر حاجه وبرضه الانفلونزا في هذا العصر او في اللي احنا فيه اللي حضرتك بتتكلموا عليه وامراض الشتاء دي برضه اخطر علينا من القلب بالطريقين بالاصابه المباشره لعضله القلب وفي نفس الوقت الناس اللي عندها امراض القلب دي اكثر خطوره للتعرض للانفلونزا والالتهاب الرئوي اللي بيحصل نتيجه للانفلونزا. فاذا احنا في الشتاء عموما طبعا احنا بنحرص على مرضى القلب جدا جدا في وقت الشتاء وما يتعرضوش للعدوى المباشره او غير المباشره عن طريق حد او سواء عن طريق الدم او نقل كده فبالتالي الناس دي اكثر حرصا عليها. فيعملوا ايه من الناس اللي عندهم مشكلات في عضله القلب او الشرايين التاجيه يعملوا ايه؟ اول حاجه الفاكسين الانفلونزا فاكسين قبل موسم الشتاء التطعيم الانفلونزا. طب ما خدناهوش هل ينفع دلوقتي؟ حضرتك تاخديه الناس اللي عندها امراض القلب الناس المعرضه لخطوره الانفلونزا في فصل الشتاء. يعني اي حد عنده امراض قلب لازم ياخد الفاكسين. اي حد عنده ضعف في عضله القلب لازم ياخد مثلا الانفلونزا او اي حد عنده اكثر من شريان ومؤثر على عضله القلب او اي حد عامل مثلا قلب مفتوح. واو. لازم يستشير الدكتور القلب بتاعه يا دكتور انا هاخد مصل انفلونزا ولا ما اخدوش. طبعا احنا بنوصي كل الناس اللي عندها مرضى القلب يمكن نتعامل مع الدكتور احمد في الحته دي ان لو سمحت يا جماعه ارجع للدكتور الامراض الصدريه لان الانفلونزا اخطر علينا حتى من انتكاسه عضله القلب نفسها. الانفلونزا مش اللي هي بتاخد الابر سكير بتاخد الجزء العلوي والجهاز التنفسي لا اللي بتاخد الجزء السفلي للجهاز التنفسي اللي هو التهاب الرئوي. والتنزل في المعده. احنا بتنزل في الرئه. بتنزل في الرئه. الانفلونزا بتبقى في كل هو كل حته اللي بيجيله انفلونزا بيبقى عنده تكثيف في العظم. والعضلات احنا بنشوف التهابات عضلات كتير في كل خلايا الجسم. الانفلونزا هي فعلا اخطر من بقيه الفيروسات الا لو حصل تحور غريب. حضرتك هو البانديمكس اللي احنا نعرفها قبل كده كانت بتاعت انفلونزا. وتطورت من الثلاثينات الانفلونزا هي اللي ظهرت الثلاثينات وبتاع دي 18 مليون. طب نعمل ايه يعني علشان مرضى القلب نعمل ايه؟ هو طبعا يعني لازم نشوف مين الفئات المفروض ان احنا نحرص عليها. الفئات هم كبار السن وامراض القلب والامراض المزمنه دي اللي احنا هنحرص عليها. الامراض المزمنه اللي هي السكر والضغط وايه بالظبط الامراض اللي غير ساريه وفي نفس الوقت الامراض الاورام دي برضه الناس اللي احنا بنحرص عليهم جدا والجلطات. الناس ما هو بس بتيجي الشباب ما عندهمش اي مشكله في القلب بحكي عليها في اللي هي توقف القلب مفاجئ خصوصا في الشباب بعد ما بياخدوا كورونا. لا بص حضرتك بعد ما ياخدوا الكوفيد دي كانت مرحله. والله يا دكتور دلوقتي احنا دلوقتي هل ده جسمه مستعد لكده ولا ايه؟ لا هو توقف القلب مفاجئ في الشباب دي حكايه تانية غير حكايه الكوفيد. الكوفيد عموما يعني تاثيره يا اما مباشر على عضله القلب يا اما تجلط سواء شاب او سواء غيره. انما دلوقتي تاثير الكوفيد او تاثير الفيروس ده على اجزاء الجسم يعتبر معدوم.